وجاءت التقوى في آيات الحج في سورة البقرة وكذلك في سورة الحج، فإن التقوى هدفا عاما من أهداف الحج، ترك المعصية تقوى، ترك الجدال تقوى، الاستجابة لأمر الله تقوى، وما تفعل من خير يعلمه الله، البشارة لعباد الله المؤمنين بأن كل شيء عند الله عز وجل محفوظ. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. تزودوا من الأمور الحسية لأداء عبادتكم، ومن الأمور العلمية العملية في تحقيق التقوى لله عز وجل، واتقون يا أولي الألباب. ولنعلم جميعا أيها الإخوة أيتها الأخوات أننا إذا أمرنا بالتقوى فنحن أمرنا كذلك بالعلم. إذا أمرنا بالتقوى فقد أمرنا كذلك بالعلم، فإن العلم بأسماء الله وصفاته وتأمل أنواع التوحيد الثلاثة، التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هو من أسباب تحقق التقوى. ألا ترون أن الله جمع في آية الدعوة إلى عبادته والاصطبار عليها، والاصطبار أعلى من الصبر، جمع أنواع التوحيد الثلاثة، رب السماوات والأرض وما بينهما، توحيد الربوبية أي الخالق المالك المدبر المحيي المميت الرازق. تأمل أن الخالق المالك المدبر للسماوات وللأرض وما بينهما له حق عليك، وأن توحيدك له بتوحيد الربوبية يلزم منه ويستلزم منه أن تتقدم إلى توحيد العبادة، إلى توحيد الألوهية، فتقوم في عبادته فاعبده. ولاحظوا في مجيء الفاء مباشرة فمن كمل تأمله بالفطرة السوية بأن الله الخالق المالك المدبر للسماوات والأرض وما بينهما، قاده ذلك سراعا إلى أن يتطلب رضا الله الذي خلقه وأن يقوم بعبادته فاعبده واصطبر لعبادته. هذا توحيد العبادة، توحيد الألوهية. هل تعلم له سميا؟ أي هل تعلم من له الأسماء الحسنى والصفات العليا غير الله؟ كملت أسماؤه وصفاته فيستحق أن يعبد؟ لا معبود حق إلا الله. ولذلك فإن أهل التربية يقولون أن السؤال إذا جاء مفتوحا غير مغلقا يقود المتأمل إلى أن يتفكر أكثر وأكثر في تطلب الجواب. ولسنا بحاجة إلى هذه القاعدة، لكن قيلت تعزيزا حال الحديث فيما يتعلق بأساليب التعليم. لاحظوا أن هذا الاستفهام بقي وسيبقى ما بقيت السماء والأرض، هل تعلم له سميا؟ ولذلك فإن من الأدلة العقلية، من الأدلة العقلية على عبودية الله خلق السماوات والأرض، ولا أحد زعم أنه خلق السماوات والأرض. قال الله عز وجل: وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. إذن المقصد الأول من مقاصد الحج الإخلاص لله عز وجل، الثاني تزكية النفوس بسرعة الاستجابة لأمر الله، ثالثها التقوى، وعند التقوى أنخ المطايا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله، أعلام العبادات التي أمر بها العباد، أعلام الأوامر والنواهي، المناسك كلها من شعائر الله. إن الصفا والمروة من شعائر الله، سوق الهدايا من شعائر الله، الطواف والسعي وكل العبادات في الحج هي من شعائر الله. التقوى كما عرفها طلق بن حبيب رحمه الله: أن تعبد الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله
على نور من الله تخاف تحاذر عقاب الله. وهذا أجمع تعريف لها، وتفسيره التقوى الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. يا ترى أيها الإخوة، ما هو نصيب التقوى في حياتنا؟ التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، بفعل الأوامر وترك النواهي. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيمك لأمر الله علامة تقوى، تعظيمك للنهي بتركه من التقوى، تعظيمك لعموم الإسلام في الإخبار هو من التقوى. ثمرات التقوى كثيرة وفضائلها عديدة، جمعها الشيخ محمد بن عثيمين العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة، ورحم شيوخنا جميعا ومن يسمع. فوائد التقوى من القرآن الكريم، وذكر أكثر من 100 فائدة يستدل عليها من القرآن. التقوى بوابة الدخول إلى الجنة، التقوى بوابة الدخول إلى الجنة، فلنركز عليها دوما في أحوالنا. قال الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ستمر معنا في آيات الحج بإذن الله مسألة التقوى، لكن إذا علمنا أن التقوى أعدت للمتقين، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فلنتأمل في هذه البشارة الربانية لعباد الله المتقين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وهنا أتى التشبيه تشبيها بليغا فيه دلالة الاهتمام بالموضوع ودلالة الاهتمام بالمشبه. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فلنتأمل في أوصاف المتقين دوما، ولنكتفي بوصف واحد في هذا المجلس، وإلا فالحديث عن أوصافهم كثير: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لنأخذ من هذه الآية سعة رحمة الله عز وجل. الحديث ليس عن ملك جزء من جزئيات الدنيا، الحديث ليس عن ملك شيء من أنهار الدنيا، الحديث ليس عن شيء من ملك قارة من قارات الدنيا، الحديث عن جنة عرضها السماوات والأرض. تأمل في أوصاف أهلها، من أوصافهم: والذين إذا فعلوا فاحشة ذكروا الله. الله أكبر. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. لاحظوا من أوصاف المتقين التوبة بعد المعصية، ألا يدل هذا على سعة رحمة الله؟ لنأخذ من هذا منطلقا في بيان جمالية ديننا دعوة لغير المسلمين، وتحبيبا في قلوبنا لهذا الدين العظيم، أن الإسلام لا يجعل من يلتحق فيه مهما كان سابقة في مؤخرة القافلة أبدا أبدا. أسلم وتاب وأناب وحسن إسلامه
بشر بجنة عرضها السماوات والأرض، وتأمل في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك تجد أن منهم من كان أشد ما يكون عداوة للإسلام وأهله عدو رسول الله، ثم لما أن أسلم رفعه الله. فتأملوا جماليات هذا الدين. إذن من أهداف ومقاصد الحج التقوى، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.